يا اون الصبح وقت كان بالبيت. نعم ريم مشهد. نعم يعني يصف نفسه يلا شو بدي انا ابني مات شو بدي اقول ما ابني مات ابني مات وراه عيله ابني مات كان عشيه ما باشي بس دقوا له بدهم 3 ملايين قال لهم ما معي اعطيكم طولوا بالكم علي لتخلص الثوره عصبوا ضاقوا خلقوا نص معاش ومن وين بده يدفع من وين بده يطعمي امه وبيه وخيه من وين بده يصرف على اولاده كرمال ميشيل عون ملزق بالالتيكو وباسيل لاحقه ونصر الله ونبيه بري وعلى عين كل العالم ونزلوا على الشوارع ولعوا ولعوا المؤسسات احرقوا البلد احرقوها كرمال ابني لان انا بدي احرقها انا رايحة على الشوارع احرقها لانه ابني احترق ابني احترق ومات ابني تقوس قدام عيوني ابني فجر راسه قدامي ابني حطيته على صدري وعيونه عم يقشطوا بايدي مناخيره عم يقشطوا بايدي ابني مثل البطل ابني بطل ابني بخاف الله ابني بصوم وبيصلي ابني ما بيحكي على حدا ابني ما بيأذي حدا ولك الله لا يوفق هالدولة ولك هيدي مش دولة هيدي عصابة ولك هودي داعش ولك كم شهيد صار ميت بهالاحداث هيدي كم واحد قتل حاله وبسيلو ميشيل عون بعدهم قاعدين عم يتشاوروا ولك عم يتشاوروا مين بدك